انا برج الاسد. برج الاسد هبدا معاكم على طول القراءه. ايه طاقتك انت؟ وطاقتك طبعا القراءه العاطفيه، وهتكون مشاعره ونواياه وايه هي خطواته. والفيديو مدته قريبه علشان تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي معاك. وكمان هنحاول نعمل فيديوهات للابراج كل اسبوع لان كتير قوي طلبوا كده. برج الاسد، طيب انت الطاقة بتاعتك هتكون في الفترة دي الفايف اوف سورد، وهنا الطاقة وهو ثري اوف وان، طاقة العلاقة ما بينكم. طيب انا شايفة الطاقة بتاعتك فيها خذلان بصراحة، فيها تعرضك لخيانة، هي انت اللي عملت كده فيه، هو اللي عمل كده فيك. لكن في شخص استسلم وبعد للتصرف اللي حصل او الموقف اللي حصل. ممكن علاقه كان فيها كلام جارح او اكتشاف لطرف ثالث مثلا، او كلام اشخاص. ممكن تكون انت كطاقه عامه يا برج الاسد ممكن تكون بتعاني من اعداء او كلام اشخاص حواليك مثلا بشكل سيء. طاقه برج الاسد برضو الفايف اوف كابس اللي هو هنا في الطاقة دي، وطاقة الفايف هنا كمان ممكن تكون انت في الطاقة الحالية بتعاني من عدم اكتمال الاشياء في حياتك. يعني طاقتك في الوقت الحالي شايفة في احساس بالندم، احساس بالخسارة، ممكن على حاجة مثلا انت تصرفت فيها بسرعة او كنت متسرع مثلا في دخولك في علاقة او خروجك من علاقة، او موقف مثلا متهور انت قمت بيه مثلا فانت عندك ندم عليه، او انت شخص مثلا مسالم ولا تبالي بالاخرين ومع كده انت عانيت من تدخل الاخرين في حياتك وبشكل سلبي او بشكل سيء. ممكن كمان بعضكم يكون داخل في علاقة ثلاثية وعنده طاقة من الحزن والألم في الوقت الحالي، او بيمر بمشكلات. يعني انت مجروح حاليا وبتحاول تخرج وبتحاول تتحرر من حاجة زي كده. طاقته هو الثري اوف واند. انا شايفة شخص مدي ظهره للعلاقة، شخص ممكن يكون داخل في علاقة ثالثة او هو عنده طرف ثالث بالفعل، ممكن او شايف انك انت اللي عندك طرف ثالث. شايفة طاقة كمان شخص في مفترق طرق، طاقة شريك برج الاسد. هو مدي ده، هو راح من حاجة. طاقة شريك برج الأسد ممكن يكون مثلا مشي مع طرف تالت أو مع حد تالت، أو الشخص ده لو هو بعيد عنك بالفعل فممكن يكون اتعرض لكارما. ولو هو بالنسبة لك كراش فالشخص ده اتعرض لأزمة أو خيانة في حياته أو تدهور وضع ما في حياته، دربكة كتير كده حصلت سببت، او رحيله كمان ممكن يكون من عمل، من بيت، من اسره، حاجات كده يعني. فالطاقه بتاعته كمان فيها تحقيق لكارما في الوقت الحالي يعني، او تغيير لوضع ما هو موجود فيه وظروفه موجود فيها، تخص سفر، انتقال، رحيل، دخول طرف ثالث وخروجه تاني، او بيفكر في ان هو يخرج الطرف الثالث كده يعني. طاقة العلاقة ما بينكم الكوين اوف وان، ممكن تكونوا بتشتغلوا مع بعض، ممكن يكون في بينكم وبين بعض شغل، ممكن يكون الطاقة ما بينكم ما فيهاش اعتراف بمشاعر، ما فيهاش، لكن فيها بعض التلميحات مثلا او احساس ان في مشاعر او ان في حب. ممكن تكون كمان الطاقة بتاعتكم فيها حد مسيطر او في حد باصص في العلاقة بتاعتكم. طاقة العلاقة ما بينكو في حد مثلا العلاقة دي لو كان فيها الزواج فكان في أشخاص بيبصوا كتير في العلاقة دي، وانتوا كنتوا بتظهروا مثلا الحب، المشاعر، نجاح العلاقة، انكم انتوا سعداء، انكم انتوا مبسوطين، فده سبب لكم ممكن تكون طاقة سلبية او نوع من انواع الحسد او كده. للبعض كمان ممكن يكون في سيطرة من بعض الأهل، ممكن يكون مثلا علاقة فيها رفض أم أو اعتراض من الأهل بسبب مثلا تمييز، مثلا إحنا عيلة أحسن، إحنا ناس أكبر أفضل، بلا 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 كل الحاجات دي. للبعض كمان ممكن يكون
في هنا قلق وخوف مثلا من اعتراف وصراع كتير جدا في التفكير مع الظهور بشكل مثلا متوازن، ان مفيش حاجة ممكن ده مثلا يكون بسبب كلام ناس او خوف من كلام ناس. فدي طاقة العلاقة ما بينكم في الوقت الحالي. شايفة في طاقة العلاقة ما بينكم ممكن خلافات حصلت ما بينكم او خناقات حصلت ما بينكم بسبب انكم انتوا الاتنين يا اما اشخاص نارية يا اما طاقات نارية، يا اما انتوا الاتنين في عندكم طاقة تكبر، طاقة عند، طاقة تحدي، ندية، حاجة زي كده. تمام؟ تمام. ايه مشاعره ليك في الطاقة الحالية؟ مشاعره ليك حلوة قوي، الكوين اوف كارد، ملكة المشاعر، حب كبير جدا جدا جدا، لكن في حزن. في بص، الكوين اوف كارد والكوين اوف بنتكل والسفن اوف بنتكل. طيب طاقته ليك في حب وفي افتقاد، انكم بعيد عن بعض في الوقت الحالي زي ما انا شايفه. في ان هو مفتقدك جدا في الطاقة الحالية، بيفتكر ذكريات ما بينكم، ممكن بيراقبك، ممكن بيبص على شات بينك وبينه او على صور مثلا كانت او حاجة انت كنت سايبها له. الشخص ده كمان ممكن يكون حاول ان هو يدخل في علاقات لكن معرفش، يعني هو شايف انك انت كشخص او كحالة او كحبيب مش لاقي حد زيك. مشاعره ايه تجاهك؟ ناخد لكم من الورق بتاع المشاعر. الشخص ده ممكن يكون عمل معاك تصرف سيء وانت سبته ومشيت من سكت. القراءة ممكن تكون عكسية يا جماعة، يعني في كل حد أكيد أكيد عارف السيناريو اللي هو بيمر بيه. في أطفال في العلاقة دي، اطفال هنا واطفال هنا، عندك او عنده، او اطفال ما بينكم انتوا الاثنين. مشاعره تجاهك او تجاه العلاقه. الشخص ده ممكن كمان يكون عايز يحرر نفسه من حاجات سلبيه او من تصرفات سيئه كان بيعملها معاك، لان الشخص ده ندمان في الوقت الحالي وحاسس ان هو افتقدك يعني في الطاقة الحالية، وعاوز يطور العلاقة لحاجة أحسن، وعاوز يقدم لك، يبذل مجهود ويقدم لك الحاجة اللي يقدر يقدمها لك في الوقت الحالي، لأن الشخص ده حزين جدا جدا في بعضه. ممكن يكون الشخص ده من طاقة نارية زي ما شفنا الطاقة ما بينكم، ممكن دي تكون طاقة بس، ممكن يكون من طاقة مائية، حد من طاقة مائية أو ترابية. برج الأسد، بعضكم ممكن يكون في بينكم فرق السن كمان. في حاجة تعب الشخص ده ومضايقه في الوقت الحالي، هو عايز يخرج من حالة الحزن والإحباط اللي هو موجود فيها بسبب إن هو أنت مش موجود معاه أو مش في إيده أو مش في حياته في الطاقة الحالية، ونفسه العلاقة دي تاخد مستوى أعلى من اللي هي موجودة فيه. ممكن العلاقة دي واقفة مثلا على مستوى معين بقالها فترة مش بتتحرك. إيه نوايا تجاهك أو تجاه العلاقة؟ الايت اوف بنتكل، نواياه ان هو يشتغل. بص بس هو بيشتغل وهو زعلان يعني وهو حزين. الشخص ده عايز يقدم لك كل اللي في ايده، والشخص ده على فكرة ممكن يكون هو محسود فعلا. الشخص ده عليه عين من اشخاص كتير حواليه، من ناس كتير حواليه، وهو مش عارف او مش واخد باله. ممكن يكون بيعاني من طاقة سلبية مثلا، الشخص ده بتعمل له تشويش مثلا في حالته، فبالتالي ما بيقدرش يفكر بشكل صح او ياخد القرارات بشكل صح. خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة. الفايف اوف وند مقلوبة. خطواته القادمة تجاهك أو تجاه العلاقة. الفايف اوف واند مقلوبة. الشخص ده عايز ينهي الخلافات، عايز ينهي الخلافات، يحل المشاكل. ممكن يخرج الفايف اوف واند ده اللي هو ده اللي هو الكارت ده، يخرج مثلا الأشخاص اللي بتتدخل في العلاقة. في شيء عايز ينهيه، لأن الفايف اوف واند هنا جت كده، جت مقلوبة، او المشاكل او الخناقات اللي حصلت بينك وبينه او الاختلافات اللي بينك وبينه، ممكن تكون اختلافات وممكن تكون خلافات، فايا كان يعني الشخص ده عايز ينهي ده في الوقت الحالي. خلي لك مقلوبه هنا. الاوتكم للعلاقه
ال 6 of wand. طيب ال 6 of wand اللي هو ده، انتوا بصوا خدوا بالكم، ده وده ده وده اللي هو ده وده ال 6 of wand اللي هو ده لا 5. فالشخص ده في مراحل، الشخص ده بمجرد ما ينهي، يعني هنا دول الخمس صولجانات او عصي، ودول الست صولجانات او العصي. فهنا الشخص ده عايز ينهي ده لان هو شايف ان سعادته معاك، ان انتصاره معاك، ان وجودك معاه في العلاقه ده في حد ذاته انتصار ليه. الشخص ده مبهور بيك بشخصيتك، ممكن تكون انت حد ناجح، ممكن تكون انت حد شاطر وفي نفس شخصيه قويه وفي نفس الوقت شخصيه مسالمه. في عندك مميزات دايما بتجذب الشخص ده ليك او بتخليه ما يستغناش عن وجودك في حياته. ممكن تكون كمان انت حد معروف او حد مشهور او كده، والشخص ده عايز يكون موجود في حياتك او شايف ان وجودك في حياته ده اضافة كبيرة ومهمة بالنسبة له. فالتكرار ده مش صدفة اكيد، ان هو يكون كمان موجود في تدرج العلاقة، والشخص ده بيشتغل على ان هو يكون في حاجة كويسة في العلاقة في الوقت الحالي، بس حزين وزعلان. نفس النظرة بتاعته دايما اللي هو عايز يتخلص منها هنا وينتقل للفرح للسعادة. ممكن كمان هنا العلاقة يكون فيها إشهار، يكون فيها تتويج، خطوبة، زواج، ارتباط، يعني في حاجة هتحصل كده قدام الناس كلها، حاجة حلوة، حاجة خير، إيجابية كمان. فأنا ممكن أخد لكم كمان من هنا لمصير العلاقة عشان إيه نشوف ممكن يطلع ايه الاوتكم العلاقة بينك وبين. في عندكم اطفال، في حاجة تخص الاطفال عمالة تطلع، في عندكم حاجة تخص الاطفال. الشخص ده هنا كمان بيقول لك انت محبوب تستحق الحب، في حاجة تحدي لازم يحصل برغم اختلافات بينك وبينه. الشخص ده مصمم عليك او على وجودك في حياته بأي شكل من الأشكال، هيثبت لك حاجات كتير، هيبين لك حاجات كتير، هيعرفك مثلا اختلافات مش مهم، هياخد العلاقة لمستوى تاني. ممكن اللي ينفع بينهم زواج تنتقل للارتباط مثلا أو زواج. ممكن للبعض يعني يكون فيها حاجات تانية، لكن الشخص ده بيسعى ليها في الوقت الحالي. ففي كل حال هيكون بحسب الوضع المناسب ليه. طيب العازبين القادم الـ 8 of Swords، بالنسبة للعازبين من قادم الـ 8 of Swords. انت مقيد ليه برج الاسد؟ انت مقيد في طريقة تفكير تقليدية، بتفكر من جانب واحد او مغمي عينيك في الوقت الحالي، او بتشوف الحياة حياتك بعيون الاخرين في الوقت الحالي. عندك طاقة تفكير كتير قوي ملخبطاك، شايفه ان من قادم انك انت ممكن يكون في حد بيراقبك على فكره، بس انت مقيد في شيء، ممكن تكون مقيد في علاقه او في طريقه تفكير او في وضع اجتماعي ما مثلا انت مش عارف تخرج منه، ولذلك انت مش مسرع عمليه ان يكون في قادم في حياتك. برج الاسد من قادم في حياتك؟ طاقه قادمه. انت بص عندك والله حاجات كويسه جدا، انت في ازمه هتخرج منها. طيب بصوا، من القادم مش من القادم، من القادم بتشمل الاثنين، سواء جاي ارتباط، عاطفه، عمل، فلوس كده، انت في عندك نجاح. القادم ليك ممكن حد عن طريق العمل، والحد ده يكون في بينك وبينه ارتباط ونجاح على مستوى العمل ومستوى الماده بشكل كبير جدا جدا يا برج الاسد. بس اخرج لي من الطاقه دي، فكر بشكل إيجابي، افرح وشوف الحياة بشكل جميل، وشوف إن الظروف ممكن إن هي تتحسن، ممكن هي إن هي تتحل، وما تشوفش نفسك بعيون الآخرين يا برج الأسد. شايفة في القادم في حياتك حاجات حلوة كتير قوي، ممكن حد مثلا تكون بتكرش عليه، ممكن حد يكون انت وهو مثلا في سن النضوج، الحد ده ممكن يكون من برج هوائي او برج ترابي او برج مائي، بالذات برج العقرب ده القادم في حياتك. او لكن انا شايفه في عندك ترك الماضي سيء تماما، وبدايه جديده فيها نجاح وفيها استقرار ايا كان نوع الاستقرار. انا شايفه ان في شغل بينكم وبين بعض، يا اما انتوا مع بعض في شغل، يا اما انتوا هترتبطوا وتعملوا مع بعض شغل.
تمام تمام ده القادم في حياتك. طيب ناخد إجابة الملائكة لبرج الأسد. ممكن برج الأسد تعمل استخارة في حاجة ملخبطاك، في حاجة محيراك، أو تقرب من ربنا أكتر في الفترة دي، تعلم من روحانياتك، زائد كمان إنك في حاجات لازم تاخد فيها قرارات في الفترة اللي جاية. هنا بيقولوا لك على الأسئلة، سواء الأسئلة على المستوى الروحاني، إنك تصلي، تستخير، تدعي ربنا، تستنى إشارة، حاجة زي كده. وهنا كمان الاستشارة أو الاستخارة على المستوى المادي، يعني شخص زيك زيه، بس تكون حاسس ان هو ممكن يقدم لك خدمة او من الاشخاص مختصين في الحاجة اللي انت عايز تسأل فيها، لان في حد ممكن يقدم لك مساعدة وممكن يؤدي الى تحسين الاوضاع بالنسبة لك. هنا محتاج خليك، هنا بيقول لك كمان انه محتاج تعمل شفاء و إعادة نظر. ريكونسايدر، إعادة نظر وشفاء، إعادة نظر وشفاء. هو من الواضح إن في قرارات تجاه حياتك انت لازم تاخدها في الفترة اللي جاية. وعيد النظر في انك انت مثلا ممكن تكون مثلا انت شخص بتتوحد كتير، او ما بتاخدش ردود افعال قوية مثلا تجاه المواقف اللي بتحصل في حياتك. حاول تستشير حد، لان مع ده في تحسين، في تحسين للوضع. فخلي بالك من حد يكون يقدر يفيدك فعلا، فخلي بالك من نقطة زي دي. وحاول كمان تعمل استخارة، تعمل دعاء في حاجة ممكن تكون قلقاك، أو حاجة أنت بتحس إنك أنت مقيد فيها وعايز تخرج منها، أو مش عارف تخرج منها إزاي، أو خايف تخرج منها، أو خايف تكون بتعمل حاجة غلط. فاستشير حد، افهم من حد، يعني خلي حد، مش عيب إنه أصلا مش مطلوب مني إن أنا لازم أكون أبقى عارفة كل حد ليه مجال متخصص فيه، مش لازم أكون عارفة كل حاجة في الدنيا. يعني أنا هنا شايفة برج الأبراج معاك، شايفة برج الويل فرشة فيها كل الطاقات أو كل الأبراج، وشايفة برج الأسد، القوس، الحمل، الحوت، السرطان، برج الأسد تاني، الطاقات موجودة، كل الطاقات. بشكركم جدا برج الأسد، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله.